السلام عليكم. بما ان كلنا جالسين في بيوتنا اليوم، بسوي لكم احصائية عن متجر سكري، فخلوكم معنا. نبدأ إياكم الآن الإحصائية الصيانة التغريبية خلال 3 سنوات الماضية. طبعا صار لنا في المجال أكثر من 3 سنوات، لكن تغريبيا نقول 3 سنوات. أوكي، المنتجات تقريبا تعدت 1400 1500 منتج صيانة. البحرين تقريبا 62% منتجات اللي صيناها خلال 3 سنوات، 62% منها من البحرين. أوكي، الإمارات 17%، السعودية 21%، والتفاصيل إن شاء الله بالسنابات الجاية. طيب الآن أبرز ما تم صيانته في البحرين والإمارات. ليش؟ لأنه نفس السوق، تمام، السوق الصيني في البحرين وفي الإمارات. البطارية بنسبة 70%، وراح أشرح التفاصيل في السنابات الجاية. المحرك اللي هو الدينامو 15%، وغير ذلك 15% مثلا الكفرات، مدخل الشاحن أو الشاحن. طيب يا أخوان، واضح البطارية كيف منتفخة، سبق أني استعرضتها لكم بسنابات ماضية، واضح كيف الانتفاخ والجودة كيف أنها سيئة. بعض الزباين ماخذين منتج هذا مثلا أو شركة ثانية من البحرين عموما، فجوني في نفس اليوم أو بحد أقصى في شهر واحد جوني يعانون من تلف البطارية. السبب ان جودتها يعني غير مطابقة للمواصفات المقاييس السعودية. فالسعودية البطاريات ما تخش الا جودتها عالية وفيها سيفتي وامان عالي. هذا لو ينفك الغطاء ويخرج الاسيد زي ما كررت في السنابات الماضية خطر على الاطفال. طيب الان استعرض لكم المشكلة الثانية اللي هي المحركات. طبعا في محركات 12 فولت وفي 24، ولاحقا يعني خلال 8 شهور الماضية توفر اللي هو 36 فولت، المحرك اللي يجي الكفر مع المحرك مع الدينامو. أوكي، طيب ليش هذا يخترب؟ هذا أقصى حمل له تقريبا 20 كيلو، وهذا 30 إلى 35. طيب اللي هو البائع في البحرين استعرضه لكم في السيراميك وكذا، فتكون البطارية فل، لكن لما تفضى المحرك يضعف وما في باور يوصل للمحرك فتحترق الفحمات الداخلية، ولما تحترق ما يتصلح، هذا لازم يتبدل. طيب من عيوب برضو هذه النوعية انه يعمل على بطارية الجل الالكترونية، هذه مهما كانت فاضية يمشي بشكل بطيء، هذا اللي يسبب احتراق الفحمات. النوعية ال 36 والنوعيات الجديدة يوصل امبير معين، لو اقل من امبير، لو فرضنا البطارية فل، اوضحها لكم، بطارية فل والامبير تستخدم مثلا 36 فولت 5000 ملي امبير، لو وصل اقل من هالدرجة يفصل اوتوماتيك بحيث يحافظ على الفحمات الداخلية. طيب نرجع للاحصائية الان، ابرز ما تم صيانته السعودية. اوكي، مدخل الشاحن 50%، وراح افصل اكثر، الكفرات الخلفية 35%، وغير ذلك 15%. طيب الان افصل لكم، هذا مدخل الشاحن الصغير، بعض الأطفال يأخذ المفتاح ويدخله هنا، تمام، فتنكسر اللي هو الأسنان بسبب التماس الكهرب. للأسف الموردين يجيبون نفس النوعية ولا يبينون للزبون إنها في سنة، هذه لازم يدخل الشاحن على نفس السنة، وينبه أولياء الأمور إن الطفل لا يعبث بمدخل الشاحن. في بعضها يجي عليها قطع، هذا آمن، وفي بعضها للأسف ما يجي. لكن في حل أفضل أو في نوعية أفضل، اللي هي المدخل الكبير، ما يتكسر بسهولة ويعني ثابت، لو ركبت الشاحن ثابت ما يكون في فراغ أو يتزحزح. أيضا الكفرات يعني استهلاكية، مع الحرارة ممكن تتقطع. في نوعية تجيك سفنج فلين مقوى، في نوعية تجيك أقوى ربل، فتعتمد على الوزن وعلى الحرارة. طيب وعلى نوعية اللي هو أو جودة الكفر. طيب يا أخوان، نصيحة أخيرة، اللي يفكر يشتري سكوتر ياخذ 36 فولت أو 48 فولت. ليش؟ هذا الربل في نفس الكفر، تمام، بدون صوت بدون إزعاج. أيضا اللي يميزها الليثيوم وزنها خفيف عن وزن البطارية العادية، فبالتالي يكون أخف وزنا فيتحمل وزن أعلى.
36 و48 يشيلون أوزان عالية ما تقل يعني عن 60 كيلو، في بعضها توصل إلى 200 كيلو، هذه أقصى حمل 35 ل 24 فولت. فبرضو زي ما أسلفت، إذا البطارية فضت ممكن تحترق الفحمات. أيضا عندك ليثيوم سريعة الشحن وبطيئة التفريق وجودتها جدا عالية إذا كانت الشركة أصلية. طيب يا أخوان، في نصيحتين مهمة اللي بياخد 36 فولت و48 فولت. عندك الكفر هذا لا يضرب في الجدار أو في مطبة قوية يعني، وعشان ما تصير في تردد كهرب ويضرب اللي هو المحرك والماذربورد، هذا عيبه الوحيد. طيب النصيحة الثانية، البطارية الليثيوم حاول قد ما تقدر إن ما تخليها تفضى نهائيا، كل ما صار فيها شحن صار عمرها الافتراضي أطول. إن شاء الله إني وفيت وكفيت، وأي واحد عنده استفسار في الخدمة إن شاء الله. قريب راح توفر سكوترات بجودة عالية وعليها ضمان، سعرها جدا مناسب ويوصلك لباب بيتك.